بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. طالبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرة أخرى من سلسلة المحاضرات الفيديوية المعدة لكورس مادة هندسة المرور Traffic Engineering لطلبة قسم الهندسة المدنية المرحلة الثالثة. بالمحاضرة السابقة اللي كانت المحاضرة التعريفية، حاولنا نتناول بعض المحاور ضمنت على سبيل الخلاصة. المحور الأول لمحة عامة عن دور العراقيون الأوائل السومريون والبابليون وإسهاماتهم فيما يتعلق بهندسة النقل، لا سيما اختراع العجلة وغيرها من الأمور اللي تناولناها سابقا كلمحة سريعة. أيضا تناولت المحاضرة التعريفية السيليباس مفردات المنهج راح نتناولها، ومن ثم طلعنا على عدد من أهم المصادر اللي راح تعتمد عليها هذه المحاضرات، وأخيرا مرينا على ما هي المهارات اللي إن شاء الله سيكتسبها الطالب بعد الانتهاء من هذا الكورس. هذا فيما يتعلق مع المحاضرة السابقة، المحاضرة التعريفية. جيد، أما محاضرة اليوم فراح تتناول الفصل الأول من المنهاج اللي هو تحت عنوان Highway Classification and Vehicle Characteristics، تصنيف الطرق وخصائص المركبة. المحاور راح تتضمنها هاي المحاضرة هي ثلاثة محاور رئيسية. في البداية مقدمة، وما هو تعريف هندسة النقل، ما هي الأطوار المهمة أو العناصر المهمة في هندسة المرور، ومن ثم راح ننتقل إلى كيفية تصنيف الطرق، وأخيرا ما هي أهم خصائص المركبة وتأثير هذه الخصائص في هندسة المرور. إذن بالبداية جنرال، في هذا المقطع راح أحاول أتكلم، وهذا المقطع يتناول ما هو تأثير النقل على الحضارة البشرية. يعني في هذه الأيام تعتبر أنه التطور، الدول، تطور الحضارة البشرية بشكل عام يقاس بمقدار تطور منظومات النقل فيها، وذلك لسببين رئيسيين. كونا أولا أنه انتقال الناس داخليا داخل الدول أو خارجيا دوليا يحتاج إلى نظام نقل كفو وآمن، وكذلك الاقتصاد الداخلي داخل الدول أو الاقتصاد العالمي، تبادل البضائع العالمي أيضا يحتاج إلى نظام نقل كفو وآمن. So human civilizations are distinguished by their ability to transport large numbers of people and mass quantities of goods، أعداد كبيرة من البشر وكميات ضخمة من البضائع، freight over long distances. طبعا الناس تحتاج لأن تنتقل من مكان لآخر لأمور واضحة أهمها، لأغراض العمل shopping، تسوق education، والأغراض الترفيه، والأغراض أخرى ذات طبيعة اجتماعية social activities. تاريخيا النقل تطور من النقل القديم اللي كان يعتمد على الحيوانات المركوبة ridden animals، ومن ثم العربات المسحوبة عن طريق الحيوانات، وتنقل شيئا فشيئا إلى القطارات التي تسير بالبخار، ومن ثم إلى استخدام بعد اختراع الكهرباء في زمن الثورة، في عصر الثورة الصناعية، والترامز أو ستريت كارز يسموها، إلى nowadays space ships، إلى سفن الفضاء الحالية. هذا التطور، اللي صار في نظام النقل. المطلوب من نظام النقل مالتي انه سيف، امين، ريليابل، قابل للاعتماد، اند سكيور، امين وامن. مثل هيك نظام يتطلب ليس فقط انه ذا بروفيجن اوف هايويز اند ترانزيت، مو فقط تجهيز البنى التحتيه مالت النقل اللي هي كان على سبيل المثال الطرق او النقل العام، لكن ايضا يحتاج إلى عملية إدارة وتشغيل جيد ومتناسق.
ما هو Transportation Engineering؟ هندسة النقل أو المواصلات. شنو هندسة النقل؟ طبعا هندسة النقل هي جزء من منظومة أو من علم أوسع اللي هو علم الهندسة المدنية. باختصار is the application of technology and scientific principles وعملية تطبيق التقنيات والمبادئ العلمية وين؟ في عملية planning في التخطيط تصميم operation maintenance تشغيل وصيانة and management of systems and facilities للأنظمة والمنشآت البنى التحتية for any mode لأي نظام أو نمط من أنماط النقل السطحي of surface transportation وعملية تطبيق المعلومات والتقنيات والمبادئ في عملية تخطيط وإدارة وإدامة منظومات النقل السيرفس ترانسبورتيشن. الهدف إيش؟ In order to provide for من أجل توفير النظام النقل هو اللي يكون ذات الصفات الآتية إنه آمن سريع comfortable مريح convenience بحد ذاته إنه سهل يعني الوصول إليه سهل استخدامه convenient economical اقتصادي وأخيرا أيضا environmentally compatible ذات متوافق مع البيئة اللي موجود بها يعني أو ما يسمى صديق للبيئة environmentally friendly. في شكل واحد يبين لي عدد من أهم أنظمة أو أشهر أنظمة النقل شكل واحد اللي هو هذا مثل بوست ترانسبورتيشن اير ترانسبورتيشن. بالمناسبة لفظة ترانسبورت أو ترانسبورتيشن راح تستخدم في هذه الفيديوهات لنفس المعنى كل ما هناك ترانسبورتيشن عادة تستخدم بالأمريكان إنجليش بينما ترانسبورت تستخدم عادة بالبريتش إنجليش بس اثنين هي نفس المعنى. هذا المترو أو الأندرغراوند عادة أندرغراوند نظام القطارات تحت الأرض استخدم النقل عن طريق الوالكينج طبيعة النقل اللي هي هذه التيبيكال المشي كار ترانسبورت هيفي ترينز شيبس النقل المائي ووتر ترانسبورتيشن تراك الشاحنات اللي تستخدم عادة نقل البضائع لها تأثير مهم في الاقتصاد الداخلي والخارجي للدول وأيضا using bicycles أحد أنماط النقل والنقل عن طريق الدراجات الهوائية. هذا كان تعريف transportation engineering. أما تعريف traffic engineering هندسة المرور اللي هو عادة يعتبر جزء من الترانسبورت كل ما هناك الفرق الرئيسي إنه traffic engineering يختص بنوع خاص من أنظمة النقل اللي هو عادة نقل حركة المركبات والسابلة يعني ما يخرج إلى حركة النقل المائي أو النقل الجوي. لا النقل الأرضي يعتمد بس على land transportation يهتم غالبا بالland transportation ولا سيما بشكل أخص حركة ال vehicles and pedestrian السابلة. إذن traffic engineering the phase of transportation engineering ذاك الجزء أو الطور من أطوار هندسة النقل that deals with نفس الشيء في تخطيط تصميم and operation of streets and highways الطرق والشوارع وشبكاتهم or putting lands يعني الأراضي adjacent الأراضي المحاذية أيضا يهتم بها شلون تصميمها وعلاقتها تأثيرها بالشوارع والطرق وعلاقة الطرق هذه الطرق والشوارع علاقتها مع أنماط النقل الأخرى سواء كان motorized أو non-motorized mode of transportation. motorized يعني motorized يقصد بها أنظمة النقل اللي تحتوي على محرك engine بينما non-motorized مثل المشي السابلة مثل الدراجات الهوائية تعتبر سموها non-motorized. المرور الحركة المرورية على الطرق اللي يعنى بها
هندسة المرور تشمل السابلة، السايكليست، أصحاب الدراجات الهوائية، كارز، المركبات، ستريت كارز، الترام والباصات وغيرها. الآن ما هي الأطوار الرئيسية، أو خلينا نقول معنى آخر حقيقة، الملامح الرئيسية لعلم هندسة المرور اللي راح نتناول جزء كبير من عنده في هذا الكورس. So what are the main faces of traffic engineering? Following are the main faces of traffic engineering. هي المأخوذة طبعا من المصدر الآتي باجناتارو et al. 1973. الفيز الأول أو الركن الأول هو دراسات الخصائص المرورية، studies of traffic characteristics. جزء رئيسي من أو ركن رئيسي في هندسة المرور هو إعداد دراسات المرورية، باعتبار أني قبل أن أقوم باقتراح أي حل أو قبل ما أحاول أنه أشخص أي مشكلة، راح أحتاج في البداية إلى إجراء دراسة أو عدد من الدراسات المرورية من أجل الكشف عن مشكلة معينة، من أجل تحديد حجم هذه المشكلة المرورية وتحديد أبعادها، ومن ثم للإتيان بالحلول الناجعة لهذه المشكلة. لعمل هذا الشيء تقويم، تحليل، علاج، تصميم الطرق، تخطيط لنظام مروري، كل هذه أحتاج بالبداية أول خطوة إلى القيام بدراسات مرورية. هاي الدراسات راح ناخذ عدد من عندها إن شاء الله إحنا في الكورس مالتنا، في هذا الكورس. كأمثلة عليها Road Users، دراسات مستخدمي الطريق. طبعا مستخدمي الطريق اليوم عندي السابلة يعني Pedestrians، Drivers والباسنجرز المسافرين، معرفة خصائصهم شيء مهم أحتاج أنه أدرسه. دراسات السبيد، السرعة، والترافل تايم، أزمان الرحلات والتأخيرات التي قد تعرض لها الرحلات، هذه إن شاء الله إذا راح نتناولها. دراسات الفيهيكل، خصائص المركبة، هاي راح ناخذ الآن بهاي المحاضرة راح نتناول خصائص المركبة. ترافيك فوليومز، إن شاء الله المحاضرة القادمة دراسات الحجوم المرورية شلون أحسبها وأنواعها. دراسات التقاطعات، أنواع التقاطعات ومشاكل كار باركينج، مواقف المركبات، أوريجين أند ديستنيشن، إنه كيف أعرف أدرس طبيعة الرحلات اللي تصير عندي، من ده تطلع هاي الرحلات ولوين ده تروح، هاي اللي غرض أسوي تخطيط للنقل. رود أكسيدنت، دراسات الحوادث جدا مهمة أيضا راح نمر عليها. وأخيرا دراسات النقل العام لأجل تقييم واقع النقل العام، ومن ثم الإتيان بالحلول الناجحة للنهوض بواقع النقل العام. هاي أهم الدراسات المرورية. الركن الآخر أو الطور الآخر من أركان هندسة المرور هو الترافيك أوبريشنز. شلون أني أنا أحصل على نظام مروري آمن وكفو، طبعا آمن بمعنى أنه حوادث قليلة به، ماكو يعني قدر الإمكان أقلل عدد الحوادث، وكفو معنى آخر أنه زمن الرحلة ما تكون قليل والديلي قليل. فعلى متحصل على هذا النظام لابد أنه يتم تشغيله بصورة كفوة. آليات التشغيل، وسائل المعتمدة لتشغيل النظام المروري، هي عادة تنقسم، يمكن تقسيمها إلى جزئين: regulatory measures، تدابير تنظيمية، أو وسائل سيطرة المرورية اللي أنصبها بالشارع. التدابير التنظيمية هي تنقسم إلى جزئين، هي أما هي قوانين laws for the purposes of controlling driver, vehicle and pedestrian، تشريع قوانين لتنظيم حركة قائدي المركبات والسابلة والمركبة نفسها، أيضا تشريع قوانين خاصة بها من ناحية طبعا أعلى وزن مسموح، أعلى طول، أعلى ارتفاع، وراح نشوف إن شاء الله. الجزء الآخر هي تشريعات أخرى تخص حركة المرور الداخلية، regulation controlling operation of the vehicles، تنظيمات
تتعلق بالسيطرة على حركة المركبات. مثل إيش؟ مثل كيفية السيطرة على التقاطعات، على الحركات اللي يروح إلى الأمام، يصير يمين يسار، السيطرة على السرعة، كل طريق إلى سبيد ليميت خاصة به. الطرق الداخلية تختلف عن الطرق الرئيسية. بعض الشوارع أسويها one way street، أي سير باتجاه واحد. وكذلك بعض التنظيمات، الأمور التنظيمية اللي هي علاقة بكيفية تشغيل الباركينج، مواقف المركبات. أما الترافيك كنترول ديفايسز، فالمقصود بها هي وسائل السيطرة المرورية اللي هي العلامات الأرضية، اللي هي الخطوط أو الأصباغ اللي توضع على سطح التبليط، اللي هي pavement marking، أو العلامات جانب الطريق اللي هي signs، أو السيجنالز الترافيك إشارات المرورية، أو channelization هي الجزرات اللي توضع لغرض ترتيب اتجاهات حركة المرور، تقنين حركة المرور بقنوات مرورية. هذين الأربعة وسائل السيطرة المرورية المشهورة الأربعة، الترافيك كنترول ديفايسز تتضمن كيفية، تتضمن الأمور اللي لها علاقة بتصميمهن، نصبهن، تشغيلهن وصيانتهن. هذا فيما يتعلق بالترافيك اوبريشنز. ترافيك بلانينج، الركن الثالث او الطور الثالث من اركان هندسه المرور، هو تخطيط المرور. This phase of traffic engineering includes the planning of traffic facilities، يضمن كيفيه التخطيط، يعني التفكير للامام لانشاء منشات مروريه بحيث تتوالم او تتناسب مع التطور الحجم المروري المتوقع مستقبلا. ف it covers the characteristics of urban travel. في هذا الطور انه كيف اني ادرس، احاول ادرس خصائص النقل الحضري، النقل داخل المدن، اللي يشمل including public transportation، النقل العام، اجراء دراسات major transportation studies، وايضا البيسك تكنيكس، التقنيات الاساسيه المستخدمه في اعداد خطط النقل الشامله، بلانز كومبريهنسيف ترانسبورتيشن بلانز. هذا كل ما يمكن وضعه في تحت ركن تخطيط المروري، ترافيك بلانينج. الركن الرابع، التصميم الهندسي، اللي هو يقصد به هو ذاك الطور الذي يتعلق بتصميم الطرق والشوارع، تصميمها الهندسي او تحسين الموجود من عندها، improving the existing ones. channelization، ايضا التصميم الهندسي للقنوات توجيه المرور، قلنا channelization. تصميم التقاطعات، off street parking، المواقف اللي تكون على خارج الطريق، off street، مواقف الساحات او الجراجات متعدده الطوابق. وكذلك محطات الباصات، كيف انه كل التصميم الهندسي، يعني اقصد بابعادهن، مثل فرضا فيما يخص بالطرق والشوارع، مثل عدد اللينات، كم 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 ممر، عرض الممر الواحد، الجزر الوسطية موجودة ولا ما موجودة، عرض الجزر الوسطية، الميل الطولي للطريق، جميع هذه الأمور، جميع هذه التفاصيل الهندسية، هذه تندرج تحت عنوان Geometric Designs of Streets and Highways. الركن الأخير هو الادمنستريشن، اللي يقصد به أنه لابد للمهندس المرور، إضافة لمعرفته التقنية أو الفنية pure knowledge، لابد أن تكون له معرفة أيضا ببعض الخلفيات الإدارية والقانونية، الـ administrative and legal background، اللي راح تفيده في عملية إدارة وتنظيم المرور. هذا كان فيما يتعلق بالجزء الأول من محاضرة اليوم، اللي هو خلينا نقول المقدمة. الجزء الثاني هو Highway Functional Classification، تصنيف الطرق، تحديدا التصنيف الوظيفي للطرق.
highways are classified according to their functions. تصنف الطرق اعتمادا على وظائفها in terms of the service they provide اعتمادا على الخدمة اللي تجهزها. The classification system يعني ليش أسوي أصنف الطرق. The classification system facilitates a systematic development of highways and the logical assignment of highways responsibilities. الهدف الرئيسي من تصنيف الطرق أو أحد الأهداف الرئيسية من تصنيف الطرق هو لغرض إداري، لغرض تسهيل عمل تطوير ممنهج وإدارة ممنهجة للطرق وتوزيع مسؤولياتها. يعني فرضا أن الطرق الخارجية مثل عندنا احنا انه الطرق الخارجيه خارج حدود البلديات المحافظات تابعه لمديريات الطرق، بينما مثل فرضا الطرق الداخليه داخل حدود بلديات المدن والمحافظات تابعه للبلديه لمديريات البلديات. في فرضا في امريكا هناك الطرق الاتحاديه اللي تكون مسؤوليه صيانتها ومحط ادارتها الماليه الفاينانس مالتها تابع للحكومه الاتحاديه، بينما الطرق الاخرى لضمن داخل حدود الولايه تكون تابعه للحكومات المحليه او حكومات الولايه. فهذا بشكل عام ليش انا احتاج انه اصنف الطرق. بشكل عام هناك تصنيف أولي للطرق أنه هناك طرق تسمى urban، يعني لكونها تقع في مناطق حضرية تسمى urban streets، وهناك طرق تسمى rural roads highways أخرى تسمى rural roads طرق خلوية كونها تقع في مناطق خارج حدود المناطق الحضرية. بمعنى آخر يمكن أن تقسم المنطقة مالتي اللي بيها الطريق أما rural منطقة نائية أو خلوية أو إلى منطقة urban منطقة حضرية. هنا نذني صورتين يبينن لي صورة هذه typical standard لطريق rural road طريق خلوي واقع في منطقة خلوية يعني بعيدة عن العمران، بينما هذا الطريق هو typical road واقع في منطقة حضرية. لاحظوا أن مستوى العمران والخدمات المتوفرة بها. Highways and streets are categorized as rural or urban roads، يعني طرق حضرية أو خلوية اعتمادا على إيش؟ depending on the area in which they are located اعتمادا على المنطقة اللي هم بيها. هذا التصنيف الأولي ضروري ليش؟ لكون المناطق الخلوية تختلف في صفاتها وخصائصها عن المناطق الحضرية. لما تختلف؟ تختلف بالكثافة السكانية، تختلف بطبيعة الخدمات المتوفرة بها، تختلف بدرجة العمران الموجود بها، كذلك يختلف بطبيعة الكثافة النتورك رود نتورك شبكة الشوارع الموجودة بها. This initial classification is necessary because urban and rural areas have significantly different characteristics. بالنسبة إلى إيش؟ With respect to the type and density of land uses، طبيعة استخدام الأراضي و density of streets وكثافة الشوارع، وكذلك طبيعة أنماط النقل travel pattern يختلف في المدن في المناطق الحضرية عن المناطق الخلوية أو المناطق اللي تقع خارج المناطق الحضرية. كشكل كتقسيم كمي في معيار كمي شو أنا أعرف أنه هذه المنطقة هي urban لو rural، فالأشتو يقترح هذا التقسيم أنه urban areas هي الأماكن اللي يكون اللي لها definite boundaries اللي لها حدود معروفة محددة ويكون عدد البوبوليشن بها أكثر من 5000. المناطق الأخرى اللي تكون outside the boundary of urban areas هذه يمكن نسمى عليها rural. Federal Highway Administration اتحاد الطرق الفيدرالي
في الريبورت مالت 2013 اقترح فد شيء تفصيلي، نقول هو الاربن اريا بوبليشن مالته 5000 فما فوق، وعندي ضمن الاربن اريا عندي تقسيمات انه سمول اربن اريا اللي هي من 5000 الى 50000، اما 50000 فما فوق فتسمى اربنايزد ارياز، مناطق اللي نقول اكثر عمرانا يكون بها كثافة عمرانية وكثافة سكانية وكثافة شوارع وخدمات عالية. جيد. عادة الهاي وايز هو اسم عام، مصطلح الهاي واي، مصطلح الرود عادة يستخدم للإشارة للطرق اللي تقع خارج في المناطق الخلوية، بينما مصطلح الستريت يستخدم للإشارة للطرق اللي تقع ضمن مناطق عمرانية أو أربن مناطق حضرية. الفلسفة الرئيسية في تصنيف الطرق إيش؟ الطرق يمكن أن تصنف إلى أكثر أو اعتمادا على أكثر من آلية، يعني على سبيل المثال يمكن أن يصنف الطريق، تصنف الطرق اعتمادا على عدد الممرات، طريق ذو ممرين، طريق ذو أربع ممرات، طريق ذو ست ممرات وهكذا، ويمكن أن تصنف الطرق اعتمادا على من هي الجهة التي تقوم بصيانتهم وتقوم ب الفاينانس سبورت، الدعم المالي لهذا الطرق، مثل هل هي الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، أو يمكن أن يصنف الطرق اعتمادا على الكونستراكشن ماتيريال، المادة اللي أنشئت من أداة، فرضا هل هي مثل طرق خرسانية أو طرق أسفلتية. أما في إحنا راح ناخذ اليوم هو أنه صنف الطريق اعتمادا على وظيفتها، ذاك يسميه بالفونكشنال كلاسيفيكيشن. ما المقصود بالطرق بالفونكشنال كلاسيفيكيشن؟ طبعا ابتداء الطرق راح تقسم الى ثلاث اقسام، هي arterials يعني طرق شريانيه جاي من artery شريان، arterials شرياني، وطرق جامعه collectors، ومن ثم الطرق المحليه اللي تكون قريبه من الاحياء السكنيه. هذين الثلاث انواع. الطرق الارتيريال هي الطرق الرئيسيه، بينما الطرق اللوكال المحليه هي الطرق اللي تكون قصيرة وتكون عادة قريبة من المناطق النهائية كالأحياء السكنية. أما الكولكتر هي الطرق الرابطة بين اللوكال، يعني خلينا نقول تجمعني الحجوم من اللوكال جمعا بالكولكتر العمود يوصلا للطرق الرئيسية. هذا بشكل عام الكلام. الفكرة، خلاصة الفكرة، أنه ما هو المعيار الفاصل بين هذا الطريق، شنو ليش arterial أو collector أو local؟ هناك مبدأين أو two concepts رئيسيين في هذا الموضوع، اللي هما مصطلح الأول يسمى مصطلح accessibility أو land access، الوصولية، أنه هل هذا الطريق يخدم الوصولية land access أو لا، هو يخدم المصطلح الآخر اللي هو mobility، يعني accessibility and mobility. ما معنى هذين المبدأين؟ الطريق اللي يكون مخصص للنقل الطولي، لثرو نقل لثرو ثرو موفمنت، يعني ما بي اكسس، يعني اكزيت وانتر قليله، بي شوارع، خلينا نقول شوارع فرعيه تكون قليله، الطريق اللي يكون عاده مخصص للنقل الطولي موبيليتي، هذا يسمى عاده arterial، هذا الطرق الرئيسيه. الطرق الرئيسيه مخصصه للمسافات الطويله، بينما الطرق المحلية اللوكال، لو نشوف هسه بهذا الرسم فيجر 3، الطرق المحلية يكون بهذا الأحمر هو اللاند اكسس، واللون الأزرق هنا الموبيليتي، هاي الموبيليتي، وهاي هنا اللاند اكسس. فباللوكال، اللوكال تكون عادة مخصصة لعملية خدمة الأراضي المجاورة adjacent land، وخدمتها للنقل للمسافات الطويلة قليل. فحقيقة اللي يريد يصير دائما، اللي المركبات التي ترغب بالانتقال لمسافات طويلة راح تستخدم اللوكال، لأن عملية دخول وخروج المركبات إلى الشارع كثيرة، فبالتالي راح تكون سرعة المركبات عليها قليلة، وبالتالي حجوم المركبات عليها أيضا قليلة. يعني الطرق اللوكال غير مخصصة للنقل لمسافات طويلة، وغير مخصصة للسرعة العالية.
بينما بعكس الارتيريال تكون عدد الشوارع الفرعية عليه، عدد المداخل، عدد التقاطعات اللي يعني معناه آخر التقاطعات اللي عليه تكون عادة محددة ومسيطر عليها قليلة أو مسيطر عليها. فبالتالي هو يخدم حركة الهجوم المرورية العالية يخدم حركة النقل المسافات الطويلة وتكون السرعة به عالية. هذا الحكي العام، احنا راح نجي ناخذهم بالتفصيل، ولكن هذا هو الحكي. الكولكتر يخدم الاثنين، نلاحظ هنا الكولكتر يخدم حركة النقل الطولي بس سرعة المركبات عليها أقل من الأرتيريال ولكن أعلى من اللوكال. هذا الحكي اللي قلته هو موجود هنا. limitation of access، عملية تحديد الأكسس المداخل والمخارج على الطريق on arterial to enhance their primary function of mobility. بالارتيريال الدخول والخروج للشارع، الارتيريال للشوارع الرئيسية تكون مقيدة قليلة، وبعض الأحيان تكون مقيدة تماما، أي أنه حتى لو كان عندي تقاطع مضطر أنه أسوي تقاطع، فهذا التقاطع أسويه بصيغة تقاطع مجسر مو تقاطع بنفس المستوى. التقاطع راح يكون انترتشينج، يسمون نوع الانترتشينج اللي هو تقاطعات مجسرة. هذا التيبل رقم 2 يعطيني فد صورة أولية، فد انطباع على كل نوع من انواع الطرق تصنيف في التصنيف انا راح اتبعه اللي هي الارتيريال والكولكتر واللوكال، كل واحد من عندهن ايش قد نسبه الثرو اللي يوفرها. طبعا الارتيريال عندي بيه نوعين، عندي النوع الرئيسي يسموه برنسبال ارتيريال، نوع الاعلى نوع من انواع الارتيريال اللي هو يكون مخصص تماما فقط للحركه الطوليه، مخصص فقط لحركة المركبات لمسافات طويلة وبسرعة عالية وماكو عليه أي تقاطع، بل جميع تقاطعات تكون عليها هي مجسرة، فذاك يصير limited access facilities، ماكو access دخول وخروج منه. هذا مخصص 100% لمن لل person through service للحركة الطولية. أنواع الأرتيريال الأخرى تسمى minor arterial، هي همات arterial هم شوارع شريانية رئيسية ولكن ماينر اقل، يعني ممكن ان تكون عليها تقاطعات لكن مسافة بين تقاطع واخر تكون طويلة بعيدة، فهذا من 60 إلى 80% يكون مخصص للنقل الطولي والباقي يكون مخصص للدخول والخروج. الكولكتر تقريبا 50 للدخول 50 للخروج، يعني يخدم الحالتين، بينما الشوارع الفرعية الشوارع المحلية هي خدمتها للحركة للنقل المسافات الطويلة تكون نسبتها قليلة جدا، تكون عادة مخصصة لعملية الدخول والخروج للوصول للأراضي المجاورة. هذا الحكي راح يفيدنا من راح نيجي هنا ندخل ديب بالفانكشنال الكاتيجوريز التقسيمات الوظيفية للطرق. لو نشوف هذا الجدول، هذا أيضا جدول جدا مفيد ليعطينا كل طريق من الطرق ذين الثلاثة الرئيسية التصنيفات الرئيسية الارتيريال بنوعيه الميج البرنسبال الرئيسي والماينر، كولكتر ايضا مرات بنوعين ميجر وماينر واللوكال. فهذين الثلاثة طرق الثلاثة التصانيف الثلاثة كل تصنيف راح يعطيني اهم شنو اهم الخصائص مالته، يعني بعدين عمداني من أشوف طريق أقدر أتكهن إنه هذا الطريق شنو تصنيفه. فالأرتيريال على سبيل المثال نجي الأرتيريال distance served and length of route، المسافة والطول مالته يكون هو longest، شارع الأرتيريال يكون هو عادة الأطول، يخدم المسافات الرحلات الطويلة. access point نقاط الاكسس الدخول والخروج عليه، التقاطعات اللي عليه الشوارع الفرعيه اللي عليه يكون هو اقل شيء، اقل قلنا في بعض الاحيان تكون ممكن ان تكون صفر بس فقط تقاطعات مجسره. السبيد ليميت سرعه المركبات تكون الاعلى به، يكون الدخول والخروج له مقيد، فبالتالي ماكو اي اعاقه للحركه الطوليه من حركات المركبات التي تدخل او المركبات التي تخرج من هذا الشارع الارتيريال، فبالتالي
قدرة المركبات أن تتحرك بسرعة عالية. المسافة بين arterial وآخر distance between route تكون متباعدة، مسافة بين شارع رئيسي وآخر متباعدة. الحجوم المرورية الـ AADT، هذا مختصر راح ناخذه المحاضرة أو الفصل القادم. average annual daily traffic، الحجوم اليومية daily traffic، حجم المركبات اللي تشغل الطرق الرئيسية، طبعا هي تكون هي الهايست الأعلى من البقية من الكولكتر واللوكال. السيجنيفيكانس هذين الشوارع تمييز على أي مستوى يكون مميزات، طبعا على مستوى ستيت وايد، أنا كون هذا الكراس أمريكي في المصطلح مالته، مصطلح أنه نظام الفيدرالية فيدرالي، كون هي أمريكا فيدرالي مالتها نظام الحكم بها، فستيت وايد يريد يقول أنه هذين الشوارع الأرتيريال الرئيسية هي مميزة على مستوى الولاية، بينما الكولكتر يكون ميديوم، بينما اللوكال يكون أيضا يعني الإدارة مالتها والتمويل مالتها على مستوى اللوكال، تكون على مستوى البلدة على مستوى المدينة. أما في آخر معيار اللي هو number of travel lanes، عدد المسارات، أكيد واضح أنه الشوارع الرئيسية تكون مسارات بها هي الأكثر، ويقل كلما اتجهنا نحو الكولكتر ونحو اللوكال. التصنيف العام عندي حقيقة أناني بشكل عام قلت قبل شوية خمس تصنيفات. يصح بشكل عام هي التصنيفات الرئيسية ثلاثة: arterial, collector, local. ولكن بالarterial مرات عندي نوعين اللي هو principal arterial و minor arterial، وبالcollector عندي نوعين أيضا، عندي major collector و minor collector. زين، الآن إذا أريد نحكي ندخل بالتفصيل إنه كل شارع من دني، كل شارع أو طريق من دني الطرق ما هي مميزاته عندما يكون في منطقة حضرية أو عندما يكون في منطقة رورال خلوية. فأولا highway system، نظام الطرق within urban areas، عندي أربع أنواع نانا، اللي هي principal arterial، طبعا عادة يطلق مصطلح ستريت ليكون يعني في منطقة حضرية، minor street، minor arterial street، collector street و local street. بس عندي الارتيريال عندي بيه نوعين، principal و minor ومسمى collector ومسمى local. فالآن لprincipal arterial، قبل ما نتكلم عن principal arterial، هاي الصورة أيضا حاولت أحط لكم أربع توصيف صوري للأربع أنواع من الطرق. فالبرنسيبال ارتيريال هو هاي الصورة، هاي الصورة مالته، فالصورة معبرة اللي هي هذه، هاي تمثل، شوف هذا الشارع الطويل، هذا يمثل لي فريوي، طريق حر، طريق خارجي. لو لاحظ ماكو عليه تقاطعات، هذا التقاطع اللي صار عليه تقاطع مجسر ليسمح بالانتقال المستمر للحركة المرورية. الماينر ارتيريال ايضا هو طريق عريض وطريق رئيسي، لكن ممكن يكون عليه تقاطع. لاحظ هاي العلامة الاشارة المرورية، هاي هنا اكو عليه اشارة مرورية. الكولكتر شارع يكون اقل عرضة، عادة يكون اقل، العملية الحجوم المرورية اللي عليها تكون أقل أيضا. الوظيفة الرئيسية مالته نقل الحجوم المرورية من اللوكال وإيصالها للأرتيريال. اللوكال هي عبارة عن شوارع فرعية تكون قريبة من البيوت، الغاية من عندها أنه إيصال المركبات إلى نهايات الرحلات، destination مالتها. إذا نرجع الـ Urban Principal Arterial، الطرق الشريانية أو منظومة الطرق الشريانية الحضرية. This system consists of highest traffic volume street، الحجوم المرورية هي الأعلى بها، that serve the major activity centers،
تخدم هذه مراكز الفعاليات الرئيسية، توصل لي بين مراكز الفعاليات الرئيسية. It carries most of the trips entering and leaving the urban area. أغلب السيارات اللي راح تجي تدخل لهاي المنطقة الأربن أو تغادر من هاي المنطقة الأربن تطلع غير منطقة، راح تستخدم عادة هذا النوع من الشوارع، يكون هو الشارع الرئيسي في هذه المنطقة، في هذه المدينة أو ما شاكل. يخدم هذا النوع من منظومة الشوارع اللونج تريب، الرحلات الطويلة، ذات باي باس ذا سنترال بزنس ديستريكت، أيضا يخدم عادة يعني يتضمن منظومة الشوارع الحولية، أي الشوارع اللي تستخدم للرحلات الطويلة اللي تتجاوز الدخول في مراكز المدن. السي بي دي أو سنترال بزنس، سنترال بزنس ديستريكت، مناطق التجارة المركزية، يعني عادة أشبه بيكون مراكز المدن المناطق التجارية، مناطق اللي تكون ذات كثافة تجارية مثل محلات، شركات، أو طبيعة الحركة المرورية تكون بها عالية جدا، طبيعة الحركة البيدستيريان السابلة تكون بها عالية، تكون حركة تجارية بها عالية. فهذه السي بي دي يعني أقرب مثال لها عادة يكون مراكز المدن اللي تجمع بها مثل هيك حركة، يصير بها حركة عالية. فالشوارع الأرتيريال ما تطب بهيك مناطق، ما تتجاوزها للحفاظ على مستوى من السرعة عالية للرحلات. It carries هاي المنظومة it ترجع لهاي المنظومة، يعني منظومة الشوارع الشريانية. It carries high proportion of total vehicle miles of travel، أغلب الرحلات اللي راح تكون عليها من أنواعها الفريويز، الطرق الحرة، والطرق السريعة express ways. The travel service to abutting or adjacent land is secondary. في هذا النوع من الطرق خدمة الأراضي المجاورة على جانبي الطريق تكون مو شيء رئيسي، تكون شيء ثانوي في هذا النوع من الطرق، فتكون الأكسس محدد controlled. الأكسس الدخول والخروج. هذا أهم خصائص الأربن أرتيريالز. طبعا البرنسيبال الرئيسية. يعني راح نجي للنوع الآخر، راح ناخذ ماينر ارتيريالز، طرق أيضا شريانية ولكن ثانوية تعتبر. أربن ماينر ارتيريال سيستمز، هذه الطرق هي طرق مكملة وساندة للطرق الشريانية البرنسيبال الرئيسية. اختلاف الرئيسي في هذه الطرق إضافة لكم أنها هي ساندة ومكملة، أنه ممكن أن تكون عليها تقاطعات، ممكن أن يكون هناك دخول وخروج إلها، ولكن أيضا مسيطر أكثر مما هو في حالة الكولكتر أو في حالة اللوكال. So these are the streets and highways that interconnect with and supplement urban principal arteries. هي تتداخل وتكمل الطرق الشريانية الرئيسية. Minor arterials serve trip of moderate length. طول الرحلات يكون نسبيا أقل من طول الرحلات بالprincipal arterial، ولكن يبقى هو أطول من الرحلات اللي بالcollector وباللocal. And provide more land access than principal arterial. قلنا أكو ممكن تكون عليها تقاطعات، بس مو نفس الحالة الموجودة بالكولكتر أو باللوكال. زين. Minor arterials may serve bus local bus routes. عادة الباصات، النقل العام، إذا عندنا حركة باصات فتكون حركة باصات موجودة على الماينر arterial مو على الميجر. طبعا الميجر يستخدم بحركة باصات، ولكن حركة اللي يسموها الكوتش ترانسبورتيشن، حركة الحافلات اللي للنقل بين المحافظات أو بين المدن أو بين الولايات. ولكن إذا الباصات اللي يقصد بها الباصات داخل المدن فتستخدم الماينر arterial. And provide urban connection to rural collector roads. يمثل لي
بعض الأحيان الطرق الشريانية الثانوية الحضرية تمثل حلقة وصل بين المناطق الحضرية والمناطق الخارج المناطق الحضرية النائية عن طريق أنه هذه المنظومة تربط ويا الرورال كولكتر رودز، يعني الطرق اللي راح تلتقي بها خارج المنطقة الحضرية راح تكون هي الطرق الكولكتر الجامعة. النوع الثالث من الطرق الحضرية هي الطرق الجامعة، قلنا هذه وظيفتها الرئيسية أنه تجمع الحجوم المرورية من الطرق اللوكال وتوصلها توصل للارتيريال. urban collectors provide both land access of service and the traffic circulation. تخدم توفر لي خاصيتين، land access service خاصية الأولى، وأيضا توفر لي traffic circulation within residential, commercial and industrial areas. الكولكتر لها خاصيتين، الخاصية الأولى هي ممكن أن توفر land access service، يعني ممكن يعني يكون عليها يكون هناك مداخل ومخارج، يمكن انه المركبات اللي تستخدم الكولكتر يمكن انه تخرج من عده، ويمكن اكو مركبات تدخل الى، يعني اكو فروع اكو طرق فرعيه على 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 هاي المنظومه. وايضا هي ايضا توفر نوع من الحركه الطوليه للرحلات، عاده تمثل لي ترافيك سيركوليشن، يعني مثلا ضمن الحي السكني الواحد الطرق الحوليه اللي تربط بين حي واخر او الطريق اللي تحيط بالحي، هذه هي طرق الكولكتر. هذا هنا الحكي مقول هنا ترافيك ستريت او ذيس ستريت كولكت ترافيك من اللوكال ستريت او السي بي دي المناطق التجاريه اللي وين تنقلها للارتيريال. ممكن طبعا انه اللوكال باص المسارات مالت الباصات تكون على هذه المنظومه. طبعا ليش دا نقول هيك؟ لان باللوكال ما مسموح انه الباصات تدخل باللوكال بالافرع بالشوارع الفرعيه. اللوكال ستريت واخر شيء الاربن لوكال، هاي قلنا هي الشوارع اللي تخدم الاراضي المجاوره. This system consists of all other streets اللي هي ما مصنفه، يعني كل الشوارع الاخرى اللي لا صنفت لا ارتيريا ولا كولكتر هي تعتبر لوكال. Primary purpose الهدف الرئيسي منها هي to provide direct access to adjacent land، توفير access وصولية مباشرة للأراضي المجاورة، وأيضا توفر لي connection للكولكتر ستريت، يعني تجمع تربط لي هاي اللوكال تربط بين الأراضي المجاورة للشارع لهاي منظومة الشوارع وتنقلها وبين الكولكتر. Through traffic is discouraged on this street. هاي الطرق ما مهيئة لي 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 للرحلات الطويلة. وأيضا no bus route، وما مسموح لي أن يتم تشغيل الباصات على هذا النوع من الطرق. هذا هنا رسمين توضيحيين schematic illustration، رسومات توضيحية لمنظومة هذا فد مخطط لمنظومة طرق في الأربن أريا، هذا سكيماتيك إلستريشن سب أربن أريا، هنا للرورال أريا رورال هاي واي. فهنا لو نلاحظ هذا الرسم الأول اللي هو ريكوايرد، هذا الرسم الأول، فلو لاحظ كل الطرق هذه باللون الأبيض هي هذه محلية. الطرق المنقطة هي طرق الكولكتر اللي تحاول تجمع الترافيك منها من الطرق هذه البيضاء، واللي وين توديها تنقلها لهذا المربع الخارجي للطرق الخارجيه هذه اللي هي الارتيريال. هذه الطرق الخارجيه، هذا هو الارتيريال اللي وصلنا. انا عندي اربعه دي الطرق اللي تحيط بهذه المنطقه السب اربن. هذين المناطق هذه منطقة هذني هي مناطق كوميرشال، مناطق تجارية، هذا التعريف مالتها مناطق تجارية، بينما هاي المناطق مناطق خدمة عامة. هاي مناطق خدمة عامة، وأيضا هاي المنطقة الأخرى. فلو ألاحظ
ان الطرق عادة الطرق الرئيسية الشريانية والطرق الكولكتر عادة تمر او تخدم مثل هيك مناطق ذات كثافة سكانية او كثافة بها حركة مرورية عالية، وهذا شيء طبيعي طبعا. نفس المبدأ نفس الفلسفة في المناطق الخلوية، مناطق البعيدة عن حدود المدينة. نعم مثلا تكون عندي مثلا فرضا قرى، عادة تكون مثلا فرضا يعني هنا الدائرة الكبيرة، مناطق الفعاليات مثلا تكون هنا عندي هاي الدائرة الكبيرة هي للمدن والتاونز والبلدات، بينما الدائرة الصغيرة هنا مراكز الفعاليات هنا للفيلج للقرى. فنلاحظ نفس الشيء، هذا الشارع المنقط اللي هو الشرياني، عادة طرق الشريانية تربط لي تربط المدن وتربط أيضا التاونز البلدات، بينما هاي الدوائر الصغيرة، هاي الدوائر الصغيرة اللي هي القرى وما شاكل، هذه تربطها بما تربط بالكولكتر. بقية الأفرع، بقية الخطوط هذه، بقية هاي الخطوط ومثيلاتها هي اللوكال ستريت. فنفس المبدأ انه اللوكال ستريت الذب على الكولكتر، ومن ثم الكولكتر يتصل لي بالارتيريال. هنا راح نحكي على نرجع نفس تصنيف الطرق، لكن هالمرة في بيئة في رورال. حقيقة نفس الفلسفة فيما يتعلق بوظيفة الارتيريال، وشنو وظيفة الكولكتر، شنو وظيفة اللوكال. مجرد مصاديق الخدمة راح تتغير، باعتبارنا في المناطق النائية تكون مولدات الرحلات تختلف عن المناطق الحضرية. هنا أنا عندي الأنواع الرئيسية هي في الرورال أرياز هي principal arterial اللي هو هذا، عندي minor arterial، وعندي major and minor collector. هنا الكولكتر يصير بين نوعين في المناطق النائية، ومن ثم اللوكال. فالميجر ارتيريال او البرنسبال، برنسبال هي معناتها ميجر، بس المتفق انه برنسبال نفس الشيء معناته رئيسي. برنسبال ارتيريال منو هذه؟ كل الطرق اللي تربط بين المحافظات الرئيسيه، الطرق الخارجيه اللي يكون عليها اكسس عالي، يعني يكون عملية الدخول والخروج من عندها كنترولد، اكو اكسس على المداخل الخروج، هي هاي تدرج ضمن نوع الرورال برنسبل ارتيريال. كل طرق الفري ويز، الطرق الحرة والطرق السريعة اللي تربط بين المحافظات الخارجية، هي من النوع الرورال برنسبل. This system include most of the existing rural freeways، كل الطرق الخارجية، العفو most اغلبها، وايضا الطرق اللي تربط بين الولايات، لكون انها هذا الاشتو امريكي فانها تسمياته يسمي ولايات اعتمادا على النظام مالتهم. اند انترا ستيت، انترا ستيت بين الولايات، انترا ستيت ضمن الولايه الواحده. الطرق الخارجيه اللي تكون الطرق الخارجيه الرئيسيه هي كلها عباره عن principal arterials. Generally all trips between urbanized areas، كل الطرق التي الخارجية التي تربط بين المناطق ذات كثافة سكانية أكبر من 50,000، وكذلك أغلب الرحلات اللي تكون بين مناطق ذات كثافة سكانية أكبر من 25,000، هاي كلها تكون على هذا من النظام، الرحلات الخارجية تكون على هذا النظام. تحديدا هذا النظام يمكن ان ينقسم الى نوعين، الى فري ويز اللي هي عباره عن طرق ديفايدد، يعني اكو بها جزره وسطيه، فولي كنترولد اكسس، هناك سيطره كامله على المداخل والمخارج. بمعنى اخر ما كل التقاطعات على هذه النوع من الطرق الفري ويز هي من نوع التقاطعات المجسره انترتشينج. والنوع الاخر والنوع الاخر قلنا الفري ويز، والنوع الاخر هو يسموه other principal arterials، بقيه الطرق الشريانيه الرئيسيه اللي هي مو فري ويز، اللي معناته ممكن يكون عليها تقاطعات، فهذه تسمى other principal. اذا عندي نوعين فري ويز و other principal arterials. الماينر، this system of roads supplement، نفس الحكي، هذا
هذه المنظومة هي تكمل وتساند منظومة البرنسبل ارتيريال، ولا تكون بها عدد التقاطعات أكثر، يكون بها السرعة أقل شوية باعتبار أدي على السرعة للرحلات، يكون هو على البرنسبل ارتيريال. هذه الطرق عادة إنما تربط connect cities, large towns and other traffic generators. هاي تربط المدن بين المدن الداخلية ضمن الولاية الواحدة أو ضمن المحافظة الواحدة، تربط بين المدن والبلدات، وكذلك تربط بين ال توفر لي access لبعض المولدات الرحلات المهمة، مثلا المنتجعات السياحية، المطارات، أو أي منطقة ذات جاذبة للرحلات. فهي خارج حدود المدينة طبعا، فالسكندري ارتيريال أو عفوا ماينر ارتيريال تشتغل، هذا النظام يخدم هالشيء. هذا الحجوم المرورية، طول الرحلة والسرعة على هاي المنظومة هو أعلى من تلك على الكولكتر واللوكال، بس طبعا أقل من البرنسبل. أما نظام الكولكتر الطرق الجامعة، أيضا هي عملها الرئيسي أنه roads within this system carry traffic primarily within individual counties. هاي تخدم يعني التوصيف الإداري لها أنه هاي الطرق تخدم لي الكولكتر، تخدم لي المقاطعات اللي أصغر من المدينة، والtrip distance مسافة الرحلات والسبيد are usually less than من اللي موجودة على الارتيريال. طبعا احنا كل ما ننتقل من الارتيريال باتجاه اللوكال السرعة تقل، الحجوم المرورية الكلية تقل، وكذلك عدد الممرات ايضا راح يقل. زين، الميجر كولكتر، احنا قلنا عندنا ميجر وعندنا ماينر. الميجر كولكتر روت carry traffic primarily to and from large cities. الكولكتر من النوع الميجر هاي مخصصة لنقل الحجوم المرورية بين المدن. المدن، يا نوع من المدن، ليش ما هاي المدن ليش ما استخدمت لها secondary minor arterial، يعني النوع السابق. المدن اللي ما مخدومة بشبكة الارتيريالز فراح اخدمها بالميجر كولكتر. اما الرورال، اما الماينر، رورال ماينر كولكتر الثانويات، الطرق الجامعه الثانويه، فهذه تستخدم لنقل الحجوم المروريه من اللوكال للارتيريال. الشيء الاخير انه رود، لوكال رودز، قلنا هذا السيستم كونسيست اوف اول رودز، يحتوي على جميع الطرق اللي ما مصنفه لا ارتيريال ولا ايش ولا كولكتر. وظيفتها الرئيسية هذه الطرق أن توفير أكسس لمناطق المجاورة. The roads serve trips of relatively serves these roads serve trips of relatively short distance. طبعا يعني مسافات الرحلات تكون على هذه الطرق عادة رحلات قصيرة، يعني ما مهيئة للرحلات طويلة. And connect adjacent lands with the collector roads. فيجر 7 هنا، هذا فد خارطة، جزء من خارطة، صورة جوية، نعم صورة جوية في منطقة معينة. فالشوارع على هذه المنطقة هذه يمكن تصنيفها بهالشكل، هذا الشارع الرئيسي، هذا الشارع الرئيسي، لاحظ انه ماكو عليه تقاطعات، التقاطعات الموجودة عليه صايرة كلها مجسرة، فهذا راح يشتغل اكسبرس واي، طريق سريع، يعني ميجر برنسبل ارتيريال. الشارع هذا ايضا شارع رئيسي، يعني باعتبار عندي هنا هاي منطقة، عندي يعني هنا عندي منطقة فعالية، وهنا عندي كأنه هاي منطقة فعالية، هنا واضح انه منطقة سكنية، الظاهر هنا هاي بيوت منطقة سكنية. فهذا شارع رئيسي، وهذا ايضا شارع ثانوي متعامد عليه، كانه مثلا كل واحد يروح المكان المدينه او يروح القضاء او الناحيه.
فذني ارتيريال هذا اكسبرس واي يعني برنسبل ارتيريال، وهذا ارتيريال اخر لعله ماينر يمكن تصنيفه انه ماينر ارتيريال. الطرق هذه الداخليه هاي كلها لوكال، بينما هذا الطريق، هذا الطريق اللي يطلع من هنا، هذا الطريق اللي راح يطلع من هنا يروح يوصل لهنا، يوصل لهنا، هذا الطريق، هذا طريق كولكتر يعني يجمع لي الترافيك من هاي المنطقة، يجمع لي الترافيك من هاي المنطقة يودي لهذا الشارع اللي هنا. زين، آخر ملاحظة يمكن واحد يقولها إنه إحنا ليش دا ندرس، ليش كل هذا هاي التفاصيل في عملية تصنيف الطريق؟ ببساطة لكون إن highway classification is the first step in highway design process. قبل ما أبدأ تصميم أي طريق أني، قبل ما أبدأ التفاصيل التصميمية لأي طريق، لازم أني أعرف إنه هذا الطريق إيش راح يشتغل. هل أنا راح أشغله كلوكال؟ لو أريد يشتغل ككولكتر، لو أريد يشتغل كأرتيريال. عندنا بالعراق هذا جزء من مقال موجود في الهيئة العامة في الموقع الإلكتروني الويب سايت مع الهيئة العامة للطرق والجسور، فبي يحكي عن تطور شبكة الطرق بالعراق، ثم عندنا جدول هنا يبين لي أطوال الطرق وأيضا طرق المرور السريع اللي يكون خارج المحافظات 1084 كيلومتر، الطرق الشريانية الرئيسية 11000، الطرق الثانوية، وعندنا طرق ريفية والطرق الحدودية. هاي الخارطة تمثل لي الطرق الرئيسية الموجودة عندنا بالعراق، اللي يمثل عندنا أهم طريقين هو طريق المرور السريع رقم 1 وطريق أبو غريب. إكزامبل محلول، هنا أنا دخلت على الجوجل اللي هو طبعا يوفر لي أونلاين ماب سيرفيسز، يمكن يوفر لي خدمة مال خرائط أونلاين. فدخلت على المدينة مالتنا، اختاريت جزء من عدها اللي هو هذا الجزء، ومن ثم صنفت الشوارع اللي بيه اعتمادا على هذا الكود، انه principal arterial وقال لي بالمثال، قال لي principal arterial خليه bold black أسود طوخ، minor arterial خليه dotted black أسود منقط، كونكتر خلي نورمال بلاك خط اسود عادي، والبقيه هن يعني بدون ما تطلل هن راح يصير باللون الابيض اللي هن بالابيض هن خليهن اللوكال. فلو لاحظ اني عندي هذا الشارع واضح انه هو شارع رئيسي، ليش؟ يعني التقاطع اللي صاير هنا ما صاير بنفس المستوى، فهذا الشارع هو راح يكون عندي حقيقه هو 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 يمثل لي شارع arterial principal arterial. عندي هذا الشارع ايضا يمثل لي principal arterial اللي هو هذا، يمثل ايضا شارع حجوم مرورية مع التعالية، وشارع مثل شارع حولي المخصص لنقل الرحلات لمسافات طويلة. الشوارع العامودية على ذن الشارعين هي راح تكون حقيقة ماينر، هي ماينر ارتيريال. الطرق يعني لكل مربع من ذن المربعات، كل مربع ذي مربعات، الطرق اللي هذني اللي صايرة باللون الأبيض اللي شوية طوخ، هذني عبارة عن طرق كولكتر جامعة. هاي من هنا، هاي من هذين، كلها طرق، هاي طرق جامعة تجمع الحجوم المرورية من الأحياء هذه وتنقلها إلى هذا الكولكتر، يعني تستخدم الكولكتر عم تنقلها للطرق الشريانية. فالتقسيم راح يكون بهالشكل هذا. طبعا من الصعب مرات إنه تعتمد على مجرد صورة جوية لتصنيف الطرق، لابد انه تكون عندك بعض الترافيك كاركترستكس مال الطريق، من قبيل عدد الممرات، من قبيل الحجوم المرورية اللي عالية، قبيل ايش قد السبيد ليميت الموجودة عليه.
ولكن لكون ان هذا التاريخ موجود، هاي خارطة من المدينة مالتنا، فمن السهل انه الاستنتاج ان معرفة ان كل تاريخ شلون دا يشتغل. كمثال كهومورك، حاول انه تستخدم الجوجل ماب، تدخل على المدينة مالتك، تستقطع في جزء من المدينة وتحاول ترسم الهاي واي كلاسيفيكيشن مال هذا الجزء بالاعتماد على نفس هذا الكود. هذا كان ختام محاضرة اليوم.